تتواصل فعاليات مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية في نسخته التاسعة تحت عنوان حوار الطبول من أجل السلام، وتقام الفعاليات حتى 28 من مايو الجاري بمشاركة 33 فرقة للفنون الشعبية من 18 دولة بعدة أماكن أثرية بالقاهرة، ومنها مسرح بئر يوسف بحي القلعة بالقاهرة. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، يعني ضعنا في المشهد لديك وأجواء هذا المهرجان. نعم محمد، بعد التحية دعني أنقل لك بداية حالة الفرحة والبهجة التي يعني رسمت على وجوه الجمهور المشارك. اليوم مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين امتلأ عن آخره لمتابعة ليلة جميلة من ليالي مهرجان الطبول الذي يطفي بلمسة سماعية وجمالية من مختلف الثقافات والفنون المشاركة. اليوم هناك يعني مشاركة كبيرة جدا من بعض الفرق التي أشعلت المسرح. بدأت الليلة اليوم بأوركسترا ميوزيكانا الذي أشعل أيضا المسرح بموسيقى التراث المصري، وهي فرقة من محافظة بورسعيد. ثم كان هناك يعني أيضا فقرات فنية وتبلوهات فنية مختلفة من الفرقة الفنون الشعبية لجامعة عين شمس التي أشعلت المسرح وتفاعل معها الجمهور. أما الآن كما تسمع وترى من خلفي فهي فرقة طبلة السد التي يتفاعل معها الجمهور الآن بشكل كبير جدا، يعني التصفيق والهتافات وأيضا الابتسامة التي رسمت على وجوه المشاركين من خلال هذه الاحتفالات. بعد فرقة طبلة السد ستكون هناك فرقة الفلوكة المستنية. الكل يعلم أجواء مبهجة وبديعة ينقلها لنا محمود جميل من مسرح بئر يوسف بحي القلعة، وهذا المهرجان مهرجان الطبول في نسخته التاسعة.